أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة، فهل كان يقرأ السورة بدون تفسير، أي بمجرد قراءة الآيات، أم أنه كان يقسمها على الخطبتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر على التلاوة، والتلاوة تفسير، قراءته صلى الله عليه وسلم تفسير، لأنه يقرأ قراءة واضحة وقراءة مؤثرة عليه الصلاة والسلام، وما كان يقرأ السورة كاملة في الخطبة، إنما فرقها على الأيام، يقرأ في الجمعة منها، ويقرأ في الجمعة الثانية منها، ويقرأ في الثالثة منها حتى تكمل، ما كان يقرأها كاملة.